اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد واكلاتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. النهارده حلقه من حلقات تجهيزات لرمضان، فالنهارده يوم اللحمه المفرومه، يوم الكفت، نعمل حبه كفتات كده حلوين ومعاهم البفتيك الكذاب. هنعمل حاجات حلوه قوي ان شاء الله تعجبكم، تخزنوها في الفريزر تطلع على الشوي او القلي زي ما انتم عايزين على طول. اول حاجه طبعا مشهوره بالنسبه لنا جدا واللي احنا عارفينها كلنا اللي هي الكفته المشويه. النهارده هعمل لكم الكفته المشويه دي نص سوا. ازاي نص سوا؟ يعني هتبقى يعني يا دوبك كده هتطلعيها تاخديها تشويحه تاني في الفرن وخلاص، على كده بسيطه جدا. طريقه حلوه قوي، يعني انا عرفتها من خبايا كده الحاجات الحلوه، الناس اللي بيعملوا نص اكلات نص سوا دي، مصانع يعني كبيره. هوريها لكم دلوقتي. بصوا احنا بنجيب لحمه مفرومه، بنعمل طريقه الكفته بتاعتنا العاديه خالص اللي هي لحمه مفرومه. طبعا احنا بنعمل احسن كتير وانضف كتير يعني، وبصل، شويه بقدونس، شويه بهارات، عيش او بقسماط، بس انا بحب اعملها بالعيش تبقى طريه من جوه، وبحط لها فحمه بعد ما اديها الايه، بعد ما اعجنها. يعني انا بعجنها دلوقتي، انا هولع على الفحم اهو دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب بس تلحق تولع. بتاخد فحمه وهي عجينه، وبعدين انا لما بسويها بديها برضو الفحمه بتاعتي الثانيه. فبجيب عيش بلدي نص كيلو، بياخد رغيف عيش بلدي اللي هو الصغير اللي هو ايه او فينو، بس صغير برضو مش كتير عشان ما تطرليش. يعني ده كبير، بصوا ده كده كبير قوي، انا هاخد نصه بس. هو رغيف بلدي صغير، هاخد نصه كده بس، هقطعه. دي بتخلي لي بقى ايه الكفته طريه، او عايزين فينو برضو نفس الحكايه كده. اديها نقطه ميه بسيطه جدا، بس معلقه ميه كده او ميه البصل زي ما وريتكم قبل كده، وافرمها فيها كده كويس قوي. عايزه العيش يدبل، لان العيش يروح خالص ما يبانش. وطبعا على فكره مش لازم المكنه دي تبقى عندك، لا دي ممكن بايديكي، يعني تروحي مبوشاه صغير شويه صغيرين كده في حبه الميه دول، وايه تروحي هرساهم بايديك كده، تضيعيها خالص، تخلي معالم العيش رايحه كانها رجعتيها عجينه تاني، بس بميه قليله جدا، عشان الميه هي اللي بتعمل ايه في الكفته، بتبوشها، بتبوش الكفته. تمام، احط عليها بقى بصله، اخد بس التفل بتاعها، يبقى كمان يعني النص كيلو بياخد بصلايه متوسطه. تمام، ايه ده فرقعتي؟ هعمل فرقعات. ولا البقدونس مش دلوقتي، نفرم الاول. ليه البقدونس مش دلوقتي؟ لو طحنت البقدونس هيديني لون، انا مش عايزاه يديني لون، هحطه مع اللحمه على طول. حاضر، معانا يوسف، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازيك، عامل ايه يا يوسف؟ الحمد لله. الحمد لله، ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله، منورني. قول لي. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ طبعا. ممكن اعرف ازاي بنعمل الليمون المعصر المهروس؟ المهروس؟ اه، زي اللي في المطاعم. اه قصدك كدايب يعني، حاضر. حاضر، عيني عيني، حاضر. بصوا كده، هنبدا بقى نحط بقى اللحمه. وانا كده حطيت العيش وبعديها البصل. هياخد بقى اللحمه المفرومه، انا عامله نص كيلو، انت ممكن تحطي ايه الكميه اللي انت عايزاها. استاذ علاء اهلا وسهلا، كلمنا تاني. شويه بهارات وملح وفلفل، بهارات او ملح وفلفل، يعني يا بهارات يا قرفه وجنزبيل اللي انت عايزاه. انا شويه بهارات. بصوا بقى، في حاجه جديده كده، مش جديده، هي قديمه موجوده، بتدي حاجه حلوه قوي للكفته، الكبابه الصيني. الكبابه الصيني اللي هي بتبقى بتيجي كده، بس انت جيبيها مطحونه عشان هي بتبقى، انا هي بص شكلها ايه، دي الكبابه الصيني، دي حلوه قوي للكفته، حلوه جدا، دي طعم حلو قوي للكفتات. هي بتبقى ضمن البهارات الموجوده في السبع بهارات، بس انا بقى بزودها شويه في الكفته، لان ما اعرفش بقى اللي عامل لي سبع بهارات ده حاطط فيها ولا مش حاطط فيها، يعني كل عطار او كل مكان ليه طريقه مختلفه في السبع بهارات بتوعه. فانا هاخد سنه صغننه كده من الكبابه الصيني دي، حطها بتديك ريحه حلوه قوي. انا حطيت سنه صغننه خالص،
وابدا افرم ده كله بقى كده مع بعضه. خلاص هاخدها بقى طبعا. لو ما عندكيش عادي تعجني كل ده مع بعضه، لو ما عندكيش المكنه دي. بس اول حاجه بتهرسي العيش حلو قوي. خلاص خلطت، باخد بقى دي كده، حاضر ارجعها الطبق. ماشي، واروح عامله ايه الفحمه. الفحمه عندي فرقعت، فانا مش عارفه هي هتعمل لي ريحه ولا لا. هروح في وسط العجينه كده واروح حاطه الفحمه ديت. زي بقول لكم المصانع او الاماكن اللي بتعمل اكل نص سوا. ربنا يسهل وتشتغل. هجهز بس الغطا ده كده، عشان دي بقى ممكن لو انت جايه تعملي بقى ايه في البيت ممكن ما تديهاش فحمه تانية. خلاص هي كده خدت ريحه الفحم. بسم الله، هي عملت كده. بدخن العجين واروح بقى بعد كده اسيبها بس كده ايه 5 دقايق ولا 7 دقايق يعني، تشرب ريحه الفحم ده شويه. بعد كده اصبعها وهدخلها الفرن. هطلع فاصل وراك بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل. بصوا بقى دي الكفته اللي انا زي ما قلت لكم العجينه بتاعتها انا حاطه فيها. انا بسهل لكم كل حاجه بحيث ان شاء الله تعملوا الحاجه بسيطه، ما احتاجش ان انا ممكن احط فحم تاني. انا ممكن اخدها بعد كده لو احطها في الشوي على طول. بس دي كده العجينه اللي انا ايه حطيت فيها الفحمايه في العجينه نفسها بعد ما خلصتها، اللي هي فيها العيش والبصل والبهارات وكل الحاجات اللي شفتوني عملتها اول الحلقه دي. مش عايزه اعيد كتير لان انا عندي هنا حاجات كتير، فان شاء الله الاعاده ممكن تركزوا فيها اكتر شويه. شويه بقى زيت، شويه زيت كده عشان اديها النص سوا. عشان ايه اديها النص سوا كده، ادحرجها في الزيت كده. حبه زيت بسيط خالص، معلقه زيت بس واحده كده بتشمع لي بقى ايه الكفته دي. وادخلها الفرن يعني 10 دقايق، فرن سخن 10 دقايق تتشمع. وهوريها لك ايه بتطلعيها شكلها ايه. تتشمع بس 10 دقايق بس، بحيث ان انا لما اطلعها اديها نص السوا التاني تبقى كده مظبوطه جدا. في كفته كمان بقى حلوه جدا وبرده نوع جديد من الكفت اللي انا عايزه اعمل حاجه فيها جديده، هي كفته خضراء، يعني كفته بالخضره. ازاي؟ عندي كزبره، عندي بقدونس، عندي توم، عندي نعناع ناشف، عندي بصل، عندي دقيق وبيضه ومقسومات. دي ازاي؟ انا الاول باخد الكزبره الخضراء والبقدونس دول، انا باخد حوالي نص كوبايه ونص كوبايه على نص كيلو. ماشي، انا بعمل طبعا نص كيلو عشان انا بعمل تشكيلات كتير. لو انت حابه نوع معين من الكفته بتكتريها وخلاص. فباخد كده الاول الكزبره الخضراء مع البقدونس واضربهم مع بعض في كبه بقى، في مفرمه بصل، في اي حاجه. المهم ان انا اهرسهم خالص ومعاهم البصله. مش مهم اعصرها، انا كده كده انا ممكن اخد ميتها عادي. تمام، وهضربهم مع بعض كويس قوي دول لوحدهم الاول. لو ممكن في خلاط ممكن بحولهم لعجينه. بحولهم لايه؟ لعجينه. عشان كده انا حاطه البصلايه بميتها علشان تعجن لي الخضره دي. دي برضه تبقى كفته مشويه. حط معاها البيضه. ممكن تعملها في الخلاط على فكره برضو. يعني فصين توم مفرومين كده
شويه بهارات، نص معلقه صغيره نعناع ناشف، يعني ايه رشه كده بس تدي ريحه حلوه. نعناع ناشف، ملح وفلفل، طبعا ده اساسي في كل حاجه. واللي فات برضه هتطلع ملح وفلفل طبعا. ماشي، معلقتين دقيق، ليه معلقتين الدقيق؟ هيلملي برضو مع البيضة والبقسماط. البقسماط ناعم حوالي نص كوباية. وبعد كده احط لحمة مفرومة. دي كفتة ليها طعم تاني خالص، بس برضو حلوة جدا. الكفتة اللي بالخضرة دي جميلة جميلة جميلة. يبقى انا حطيت ايه؟ شبق، مفيش شبك، هي بقدونس وكزبرة، بقدونس وكزبرة، نص كوباية ونص كوباية، وبصلاية، وفصين ثوم، وشوية نعناع ناشف، وشوية بهارات، بهارات اللي هي مشكلة، وملح وفلفل، ومعلقتين دقيق كبار عشان يلم لو في الخضره ميه ولا حاجه تتلم مع ميه البصل، وكمان حطيت نص كوبايه من البقسماط الناعم. بس كده خلاص. خلصت اهي. وبعد كده بسيبها شويه بس هتلاقيها ملزقه حبه، وبعدين اصبعها، اصبعها عادي جدا وهوريك هعملها ازاي. بس انا هسيبها شويه كده، ايه التلزيقه اللي فيها دي تروح، ويعني هوريك هي مش صبعه، انا بس ما فيش اي حاجه، ده انا ممكن بس ادهن ايدي زيت. ممكن احط حتى هنا كده وابدا ان انا اصبعها صوابع للشوي عاديه. على فكره الطريقه دي تنفع شوي وتنفع قلي، يعني انا ممكن احمرها في الزيت بس. طيب انا دلوقتي انا هعملها كده للشوي بالطريقه دي، لو انا هقليها بعمل كده واضغط عليها كده، تمام، بضغط عليها كده عشان تبقى ايه تاخد مسطح تستوي في القلي، لان انا هحمرها في الزيت بس. انما لو الشوي لا عادي بعملها كده، تمام. ممكن اعمل شويه كده وشويه كده. خلاص انا هسيبها بس عشان اخش في الكفته اللي بعديها، ودي انا هصبحها واوريها لك في الطبق. اللي بعديها بقى دي عباره عن ايه؟ داوود باشا، كفته داوود باشا اللي انا عاملها مدوره، واحب بعد كده احطها في الصلصه. هعملها ازاي؟ برضه طريقه سهله وبسيطه. انا عندي هنا اللحمه المفرومه، هحط عليها بصلايه برضه ديت، هاخدها كده من غير ميه، تمام كده، يعني انا ما عصرتهاش قوي قوي، لان كده كده هحط معلقتين دقيق. ليه بحط معلقتين دقيق؟ هقول لك ان انا هحط بيكنج باودر. عايزه الكفتايه ما تبقاش من جوه مكتومه، فنص معلقه بيكنج باودر صغيره مع ايه؟ مع معلقتين الدقيق الكبار، مع شويه بهارات او قرفه وجنزبيل زي ما انت عايزه، مع ملح وفلفل، وعجن ده كله مع بعضه. نعم اهي المقادير معانا اهي. نص كيلو لحمه مفرومه، حطيت عليها بصلايه مبشوره، حطيت عليها معلقتين كبار من الدقيق، حطيت عليها نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وبهارات وملح وفلفل، عشان احنا دايما لما بنعمل كفته داوود باشا بتبقى اللحمه مكتومه، بتبقى اللحمه ايه مكتومه كده جوه، وما اجي اعملها في الصلصه. هنا لا، هنا هتلاقيها كفتايه حلوه كده ومحترمه وهشه حلوه، مش مكتومه خالص. والدقيق اللي انا حطاه لها هيشغل البيكنج باودر، تمام. وحبه ميه البصل انا عصرتها، بس ما عصرتهاش قوي قوي، يعني سبتها نص عصره كده، كويسه جدا. بنعمل ايه بقى بعد كده؟ عشان اديكي بقى برضه طريقه محلات دي، او طريقه مطاعم، او الطريقه اللي احنا بنعمل بيها نص تجهيزه. بنعمل ايه؟ بنجيب بس طبق، ممكن حتى صينية، صينية من صينية،
احط شويه دقيق في صينيه كده واخد اكور شخص ايديا معلش عشان انا كده شكل ايدي مش عاطيكي خالص. انا حتى في المطبخ عندي في البيت كده بغسل ايدي 1800 مش 1800 2800 مره في اليوم. بصوا نعمل كده ناخد بقى الكره اللي احنا عايزينها وانا عندي دي هنا ايه بس يعني حاولوا تضغطي عليها كده تمام واروح مبدرها بالدقيق كده واروح حطاها هنا كده وهدخلها الفرن تتشمع وهدخلها الفرن ايه تتشمع. الدقيق اللي انا حطيته عليها ده لما اجي اعمل صلصه اما اجي اعمل صلصه داوود باشا اللي هي عاديه خالص بالبصل يعني واحط عصير الطماطم وكل واسيبها تتسبك وبعدين ازودها شويه ميه علشان احط فيها الكفته دي الدقيق اللي بره على الكفته ده هيعمل قوام للايه قوام لعصير الطماطم يبقى فيها شويه سمك كده بس طبعا انا هديها تشميعه برده يعني هتبقى طالعه جاهزه انا هشويها في الفرن تبقى طالعه جاهزه على الصلصه على طول احسن بقى من اللي احنا بنقليها وبعدين نحطها او نشوحها في الطاسه ترى دي احلى كتير. تمام انا بس امسك حد يكون شغال في مصنع اي حاجه ما سيبوش عشان المصانع بيبقى عندها بقى ايه خبرات فظيعه جدا وبيبقى عندها طرق كده وبحوسات بقى ومعمل معمل وانا اخد منهم الخلاصه. قول لي بقى اسرار المصنع ده ايه كده يعني او المطعم كده نعم حاضر بس كده انا بس هحط كل الكفته بالطريقه دي وهدخلها الفرن وهوريها لك بعد الفاصل وهصبع دي برده بعد الفاصل وفاصل ونواصل على قد ورجعنا من الفاصل ودلوقتي انا عايزه اوريكم الكفته النص سوا يا دوبك اتشمعت 10 دقائق في الفرن وطلعتها بالشكل ده بصوا شكلها هو ده هتطلع كده دي كده لسه ما كملتش سوا هحتفظ بيها بقى في طبق بس تبرد خالص فويل في الفريزر وبعدين اطلعها على السوا ودي الكفته اللي عملتها بالخضره والنعناع اديني حطيتها في الطبق طبعا عايزه كميه مثلا اكبر من اللي في الطبق بس كده بحط كيس لازم بين الصوابع والثانيه يعني عملت كده كيس تحت الطبق في الطبق من تحت اهو وبعدين عليه الكفته وكيس عليه تاني وبقيه الكفته عليه من فوق لازم افصل بكيس لازم افصل بكيس تمام هيجي بقى هنا هعمل البفتيك الكذاب البفتيك الكذاب ده زي البفتيك بالظبط بس بيستوي بقى حلو جدا ومظبوط ولا يقطع معاك احنا كده كده هنعمل لكم برده البفتيك بس انا بوريكي برده الحاجه الاقتصاديه اكتر هو البفتيك الكذاب كتير جدا عملوه ومبسطه منه قوي وما شاء الله بيبقى موفر معانا جامد ده بنعمله ازاي عندي لحم مفرومه انا مثلا نص كيلو زي ما قلت لك انا ماشيه بالنص عشان عامله اشكال كتير انت زي ما انت عايز تعمليها النص كيلو ده هحط عليه 2 بيضه هحط له 2 بيضه هحط له نص كوبايه بقسماط ناعم هحط له معلقتين دقيق هحط له معلقه كبيره من البابريكا بصلايه مبشوره ملح وفلفل واروح عجنه فيه كويس جدا يعني النص كيلو اهو معايا واحده واحده هحط عليه 2 بيضه بسم الله على نص كيلو 2 بيضه وهحط معلقتين دقيق بقسماط ناعم وبصلايه مبشوره مش مهم اعصرها قوي ده انا عندي دقيق وعندي حاجات كتير تشيل الايه بس مش كتير يعني هنا البصله بتكون صغيره ومعلقه كبيره بابريكا وقرفه وجنزبيل نص معلقه صغيره ونص معلقه صغيره وملح وفلفل نص ونص برضو تمام واعجن ده كله كويس جدا يبقى نص كيلو عليها 2 بيضه عليها معلقتين دقيق كبار عليها حوالي نص كوبايه من البقسماط او اقل شويه عليها ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل وكل ده يتعجن مع بعضه كويس قوي هعمل منها عجينه اهي من غير العجان ولا حاجه او من غير الكبه سهله خالص اهي
فيها اتنين بيضه بيعجنوها حلو، والبابريكا بتديها لون حلو لان انا حاطه دقيق وحاطه بقسماط فهيفتح لي لون اللحمه. المعلقه البابريكا بقى الكبيره دي هتديني كاني عاملاها كلها لحمه بس عشان ما تبقاش فاتحه وشكلها مش حلو. بعد كده في عندي للتغطيه بقى بيض ودقيق وبقسماط. بنعمله ازاي؟ اول حاجه عايزه اقولها لك حاجه ظريفه هتسهل لك الموضوع قوي. انا بعد ما عملتها بالشكل ده تمام اهي اتعجنت كده، هروح مشكلاها بين كيسين. فتحت كيس كده بالشكل ده وهاخد معلقه. طبعا مش هنخليها شكلها متساوي، انا عادي زي الاسكالوب عادي جدا بتبقى شكلها عشوائي كده. واروح بطاطا ما تكبرهاش قوي في ايديك، هي حلوه كده قوي بالشكل ده تمام اهي. بص الرفع بالشكل ده. انا دلوقتي هعملها لك بايديا كل حاجه، بس الاحسن ليكي عشان تبقى سهله معاكي حطيها في الفريزر، يعني على صينيه ابدا اعمل الحاجات دي كلها كده واروح حطاهم على صينيه على كيس برضو، يعني ممكن نفرد على كيس كده وحطاهم في صينيه ومدخلاهم الفريزر. ليه بقى؟ اجي افرد اجي استخدمها ان انا بنيها تبقى سهله معاكي ما تضايقكيش في الايه؟ في زي ما انا دلوقتي هعملها هتحس انها بتعوب بتروح رايحه جايه معايا كده، لا انا عايزه اشتغل فيها حلو وبراحتي وما تضايقنيش ان انا هعمل فيها كذا كذا حركه، يعني هحطها في دقيق وبعدين بيض واخد من البيض احط في الدقيق وبعدين اخد من الدقيق احط في البيض وبعدين احط في البقسماط. فكل ده طبعا حته المفتيك معاكي طريه قوي محتاجه ان انا ايه تبقى ماسكه نفسها، فلما تكون في الفريزر هتبقى سهله معاكي قوي. يعني بعد ما اعملها كده احطها على صينيه زي كده مثلا تمام، واروح مدخلاها في الفريزر تتشمع بالشكل ده تتلج يعني مش انا اسيبها قد ساعه زمن مثلا ولا حاجه. طبعا هي رفيعه على طول هتتلج بسرعه جدا تمام. انا عايز اشوف بس هنا، بص الكفته داوود باشا اللي انا حطاها في الفرن استنى لما الديب بتاعها يبقى بني، اما الديب بتاعها يبقى ايه لونه بني كده كده لسه بيضة، لا بسيبها تتشمع الديب بتاعها يبقى يديك اللون البيج كده او الذهبي شويه، فلسه عليها شويه تمام. هنيجي بقى هنا هنعمل ايه في المفتك الكذاب ده. طبعا هعمل كل الكميه دي دلوقتي اوريها لك، بس الاول نعمل واحده واحده عشان الوقت بتاعنا تشوفيني وانا بعملها كلها. هحط هنا دقيق وبيض، والبيض نحط عليه ايه ملح وفلفل. طبعا نحط بيضه او اتنين حسب الكميه اللي احنا ايه بنعملها، ملح وفلفل. سنه ميه او سنه لبن، والافضل تكون لبن يعني صراحه، بس مش مشكله مفيش مش مهم، هي معلقه يعني ما فرقتش. افك بيها بس الايه البيضه. تمام، وبعدين احط البقسماط. اجي بقى هاخد انا بعد ما تلجت المفتيك الكذاب ده، كان معاكم مقادير على الشاشه يا ريت تبقوا تصوروها بعد كده، تخلي بالكم الحكايه دي كويس عشان المقادير بتبقى كتير واحنا في التحضيرات دي تبقى مقاديرنا كتير وملخبطه. هناخد بقى المفتيكه دي بس لما التاج بتاعها تبقى اسهل اروح حطاها في الدقيق. تمام، وبعدين اروح حطاها حاضر في البيض. تمام كده، هاخدها احطها في الدقيق. وبعدين احطها في البيض. وبعدين احطها في البقسماط اخر حاجه. بس كده.
واروح حطاها في طبق فويل برضو زي ما عملت في الكفته بالظبط. افرح احط كيس واروح حاطه المفتك الدبره الصاوي عليه كيس تاني ومكمله بين كل طبقه وطبقه، لازم طبقه كيس بلاستيك اقدر ان انا اطلع منها براحتي. كانت طبعا بتنفع في عزايم بقى، تنفع انت عندك اكل بايت، تنفع عايز تعملي اكل سريع مع مكرونه، بتبقى حاجات موفره وسهله وسريعه جدا. صديقتي جزات بالنسبه لك هتبقى حاجه حلوه جدا. تمام، بس كده انا هبدا بقى اكمل ده كله. اغسل ايديا بس، اطلع فاصل طيب وهنكمل بعد الفاصل. وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل. بصوا انا عايزه اوريكم المفتيك، طبعا بيرمي كتير، مفتيك كداب بيرمي معاك كتير قوي ما شاء الله، يعني نص كيلو بيرمي حبه كويسين جدا، بيقلب لكيلو مثلا ولا حاجه من المفتيك. فعامله منه الكيسين بقى. هنا الكفته الثانيه بصوا انا مجهزه اهو، دي النص سوا طبعا باينه عليها جدا اللي هي عطلها في العجينه بتاعتها الفحم. ودي كفته داود باشا برده اللي خدت شويه دي ودخلتها، ما رضتش اتقل عليها عن كده في الفرن، ودي اللي هي اتحطت الشوي على طول. تمام، ايه بقى اللي ما يفوتناش كمان؟ كفته الرز، ما تفوتناش ابدا ان احنا نعمل كفته الرز. انا هعملها بدقيق رز زي ما احنا متعودنا ان احنا بنعملها بدقيق رز، سهله وبسيطه جدا في البيت. بجيب نص كيلو من الدقيق عليه كوبايه من دقيق الرز، كوبايه موجود دقيق الرز ده في اي سوبر ماركت كبير موجود دقيق الرز. وخضره شبت بقدونس كزبره وبصل وفي ثوم، وفي ثوم، فيش هنا ثوم يا ولاد؟ وفي ثوم وملح وفلفل وشويه بهارات. ماشي، هحط بقى هنا عشان كتير جدا بيحب يعمل كفته الرز، انما كل مره بعملها بس برضو بيقولوا احنا لازم بنعملها عند الجزار. لا ما تعملش عند الجزار، هي سهله خالص اهي. دقيق رز كوبايه، بصلايه مبشوره او انت حطيها هي هتتبشر معاها او اطحنيها هي الاول، وخضره شبت بقدونس كزبره. ماشي، وشويه بهارات وشوية ملح وفلفل. بس هنا ناقصني حاجتين، ناقصني التوم وناقصني شوية بيكنج باودر أو كربوناتو. ماشي، التوم وشوية بيكنج باودر أو كربوناتو، ممكن حد يجيبهم لي؟ التوم أهو لقيت الحمد لله. شوية بيكنج باودر بقى علشان يبقى الصباع ما يكشش وينفش معايا حلو. فهناخد التوم، يعني معلقة توم مفروم كده طبعا احنا مخزنينه وعندنا موجود في الفريزر. البيكنج باودر، البيكنج باودر، بسم الله، روح الناحيه الثالثه. هناخد بهلوانات، نص معلقه صغيره بيكنج باودر. ماشي، ملح وفلفل، ما حطيتش ملح صح، وبهارات حطيت برضو تاني، فلفل اسود تاني، حبه صغيرين كده، واطحن دول لوحدهم بقى. الحاجات دي بقى التكات الصغيره دي تبقى حلوه جدا في الكفتات اللي احنا بنعملها. يبقى هنا عندي دقيق رز، كوبايه دقيق رز، شبت بقدونس كزبره، حزمه مجمعه من كل ده، شبت بقدونس كزبره، بصل وثوم، بصل وثوم، نص معلقه صغيره بيكنج باودر او ربع معلقه صغيره كربوناتو. ده او ده، يا نص معلقه صغيره من البيكنج باودر ايوه او ربع معلقه صغيره من الكربونات، وملح وفلفل وبهارات. بعجن ده كله حلو جدا مع بعضه، بعجنه حلو قوي. بخلي ال ال الخضره ما تبانش، انا عايزاها زي اللي بشتريها من بره. استنى عليها كده شويه واشوف ايه اخبار الخضره، لسه كمان بنعمها قوي قوي مع دقيق الرز. وابدا انزل عليها اللحمه. عايزه اقول لك لو انت عايزاها اكتر كمان ممكن تزودي دقيق الرز عادي جدا، يعني انا ممكن احط كوبايتين دقيق رز على كميه اللحمه دي، بس انا بقول يعني هي كفايه كوبايه، بس عايز تحطي كوبايتين مفيش مانع على فكره خالص، يعني نص كيلو اللحمه ده يشيل كوبايتين دقيق رز، يعمل لك كميه حلوه جدا على فكره موفره قوي. وبعد كده نصبعها ونقليها وبعدين نشيلها مقليه في الفريزر. يبقى انا عندي كفته الرز مقليه في الفريزر جاهزه،
على طول اعمل لها الصلصه، وكمان انا هعمل الصلصه. فيبقى عندي كيس الصلصه بتاع، انا عارفه عامله كل حاجه ايه، عامله لداود باشا اعمل لها صلصه، قطة الرز اعمل لها الصلصه بتاعتها، كل حاجه اعمل لها الصلصه واكتب على الكيس بتاعها. يعني انا هعمل، انا دلوقتي انا عارفه انا مجهزه ايه، انا مجهزه كفته داود باشا، مجهزه الكفته اللي هي نص سوا دي، مش عايزه اي صلصات، انا هعمل الصلصات حسب ما انا عايزه، هعمل صلصه للمحشي، هعمل صلصه لكفته داود باشا، هعمل صلصه لكفته الرز، يعني بصوا هعمل صلصه للطبيخ العادي، فاهمين ازاي؟ يعني انا وانا بكمل حاجتي المطبخ بعمل لكل حاجه حاجتها، مش بعمل عشوائي وخلاص. كده خلاص كده ادي كده كفته الرز خلاص، وكفته مغذيه جدا حلوه قوي، يعني فيها كوبايه رز واحده، زي ما تقدر تحطي كوبايتين عادي، اللحمه هتشيل معاكي كوبايتين اهي. بصوا شكلها، هنبدا نصبع ونقلي، بس نسيبها شويه. ايه ده، لسه عايزه اعمل دي؟ عامة هنأجل الكفتة دي بس مرة تانية، ماشي حاضر مش مشكلة. احنا عندنا عندنا كذا انواع، لا لا مش في العيد ولا حاجة، ما تقلقش معاكم شم النسيم. بصوا بقى بنصبحها بالشكل ده، طبعا بتسيبيها لو عايزة تسيبيها شوية عشان ما تلزقش في ايديك، او برضو تدهني زيت وزي ما بنعمل كفتة الرز العادية، ونقليها بالشكل ده تمام. انا حاطة زيت على النار لسه بس ما سخنش، فانا هطلع فاصل وبعدين هوريها لك بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. ورجعنا من الفاصل، ودلوقتي بصوا انا بقلي كفته الرز. طيب انا دلوقتي عندي في حاجات شبه بعضها، فبروح عامله ايه، بجيب بحط في كيس طبعا تمام، بجيب بقى في ورق زي ده اللي هو بيتكتب عليه، بيكتبوا عليه اهو باين، يعني بتجيبي كيس فيه كذا ورقه زي دي بيكتب عليها على التوابل والكلام ده. طبعا الورقه دي صغنونه انا عارفه عشان الفريزر، لا تجيبي ورقه اكبر، بتبقى في ورقه مربعه كده اكبر منها، بشيلها كده واروح لازقاها على الكيس وكاتبه عليها اسم الحاجه الموجوده، لان بعد ما تتلج ساعات ما بيبانش دي يا ترى الكفته النيه ولا دي الكفته المستويه نص سوا ولا ايه بالظبط. فتجيبي بقى الاستيكر اللي زي ده كده وتروحي كاتبه عليه الايه الحاجات اللي انت عاملاها، يعني اكتب كفته نص سوا، اكتب مثلا كفته للشوي، اكتب داوود باشا، الحاجات دي بقى ان احنا هتلاقي في كفته رز، هتلاقي حاجات كتير احنا بنعملها بالكفته معينه، كفته بالخضره، كفته بالصلصه، حاجات كتير هتلاقينا ان شاء الله نعملها مع بعض كده، ربنا يسيبكم معانا وقت يعني نقدر نعمل لكم الحاجات دي كلها. فاحسن حاجه ان احنا نجيب الورقه زي دي ونكتب عليها. الورقه حبوش؟ حبوش. هنعمل ايه؟ هقول لك انا دلوقتي. احنا مثلا عملنا مع بعض النهارده البفتيك الكذاب. ايه ده، احنا لسه عملنا حاجه؟ هروح حط عليه الورقه كده وكاتبه ايه؟ بفتيك الكذاب مثلا. هو طبعا باين، بس انا هعمل بفتيك تاني فممكن يتلخبطوا مع بعض. وبعد ما احط الورقه كده اروح ملبسها كيس تاني عشان الورقه ما تبوشي، ما تبوش من الفريزر. فخلاص الكيس ده انا الورقه اللي جوه دي حميتها، بقت انا قاريه الورقه من غير التلج ايه ما يبوش لي الورقه اللي عليها، انا حافظها بكيس تاني. اعمل كده في كل ده. نفس الحكايه الكفته اللي احنا عملناها بالخضره دي، وكفته داوود باشا، والكفته النص مشويه اللي انا هحطها في الفرن بعد كده وخلاص، مش عاوز منها اي حاجه تانيه، وفيها ريحه الفحم وسريعه جدا جدا جدا. وادي كفته الرز بس ايه بتتقلي. كفته الرز اهي بصوا اهي بالشكل ده بس بتتحمر كويس، وهروح مطلعاها على مناديل ورق، واروح ايه حطاها في طبق فويل برضو، بس حمريها حلو قوي يعني سيبها تحمر قوي، واحطها في طبق فويل واحطها في الفريزر، اطلعها على الصلصه اللي انا مجهزاها. يا سلام على الحلاوه. يعني احنا بصوا يعني خلينا رمضان ان شاء الله وقته معاكم واسع جدا جدا بقى للصلاه وقرايه القران والتسبيح، يعني ان شاء الله هتبقى معاكم وقت حلو كده كبير باذن واحد احد معانا ان شاء الله. عملنا النهارده المفتيك الكذاب، عملنا الكفته اللي بالخضره، عملنا الكفته النص مشويه اللي هي نص سوا، وعملنا كفته داوود باشا، وادي كفته الرز هطلعها دلوقتي واوريها لكم في الطبق. وكده خلصت حد النهارده، ويا رب تكون عجبتكم. اشوفكم على خير الحلقه الجايه، الى اللقاء.
Thank you.